السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. هذا الجزء الثاني لصور سوناتا 2018 بالتغيرات الجديدة. تعتبر تغيرات بس فيس ليفت، يعني مو شيء جذري كامل السيارة. هذا من داخل اللي تغير. أنا أشوف قصة اللي هو أزرار تحكم الدركسون وأزرار تحكم المكيف، هذا شكلها حطيتها لكم مع بعض عشان تفرقون بين الشكل الأول والقديم. 17 اللي تحت وال18 اللي فوق، شوفوا قصة الأنوار، أعطونا رأيكم بالشكل أيهم أفضل. هذه صورة ثانية بعد عشان نبين، شوف الشبك يعني شوف فيه تغيرات، وهذا شكله مع الجنب. الجنطة نشوف 18 أفضل. وعندك يا طول العمر هنا بالخلف اسطبات، اللي فوق أنا أشوفها كل أفضل 18. والصدام تغير فيه بعد أشياء بسيطة، هذا الشكل من الجهة الثانية من ورا بالزاوية. شاركونا برأيكم. وهذه الداخلية اللي فوق اللي هي 17 واللي تحت اللي هي 18. اللي تغير تشوفوا أزرار التحكم بدركسون، القصة حقت أزرار التحكم. وهذا شكلها من داخل كامل. وسلامتكم، لا تنسونا من الاشتراك واللايك يا شباب. وفي أمان الله وبحفظ الكريم.